مشروع ثقافي هو الأول من نوعه في العالم العربي والأكثر طموحاً في العالم. لوفر أبو ظبي الذي سيفتح أبوابه أمام الجمهور يوم السبت المقبل يقع في جزيرة السعديات التي تعد واحة ثقافية بامتياز في إمارة أبو ظبي. هذا المشروع الذي يشبه في هندسته المعمارية سفينة فضاء تعوم على الماء هو من تصميم المهندس الفرنسي جان نوفيل الذي حدثنا عن مصادر إلهام العمارة العربية والعوامل المناخية والطبيعية له في هذا المشروع. دعونا نستمع. إنه متحف عربي يتحدث إلى السكان هنا عن العروبة. أردت أن أصمم متحفا مفتوحا يزوره الناس مرارا ويتحاورون خلاله، بالمعنى الإغريقي للكلمة أقرب من الأجورا، أي أنني أريد أن أخلق منتدا عربيا. كان يجب أن يترجم المظهر الخارجي للمتحف رمزية المدينة العربية. هذا المتحف يمثل أيضا رمزا للروحانية، لأن المجموعات الفنية المعروضة هنا هي مجموعات تتحدث عن كل المعتقدات، وهذا البعد الروحي تمثله قبة المتحف بشكل جيد بوصفها رمزا للروحانية في كل الأماكن العربية الدينية أو الفكرية. لوفر أبو ظبي ليس مجرد فضاء يعرض ذاكرة الإنسان وتاريخ الفن، بل هو مكان يتفاعل فيه الزوار والفنانون مع روح هذا المكان. لذلك قام المتحف بتكليف بعض الفنانين العالميين لإنجاز أعمال تحاكي روح هذا الفضاء، أمثال الأمريكية جيني هولمز التي أنجزت هذا العمل الرخامي. عمل منقوش بالخط المسماري الذي يعد أحد أقدم أنواع الكتابة، ويروي النص أسطورة الخلق باللغتين السومرية والأكادية، وقد اقتبس من لوح طيني من بلاد الرافدين يعود تاريخه إلى حوالي 1250 قبل الميلاد. معارض دائمة وأخرى مؤقتة بالإضافة إلى متحف للأطفال كلها تحت سقف واحد لتشكيل متحف أممي بامتياز. 235 عملاً من مقتنيات لوفر أبوظبي بالإضافة إلى 300 عمل مستعار من 13 مؤسسة فرنسية ستعرض في الدورة الافتتاحية للوفر أبوظبي لتحكي فيها قصة الإنسانية جمعاء من خلال البحث عن المشترك وليس عن الاختلاف.